صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 62 لسنة 2020 بتعيين مدير عام في هيئة جودة التعليم والتدريب جاء فيه المادة الأولى يعين الدكتور طارق محمد السندي مديرا عاما للإطار الوطني للمؤهلات والامتحانات الوطنية في هيئة جودة التعليم والتدريب بدرجة وكيل مساعد.